بعض المشاكل والشكاوى اللي حصلت في السنوات اللي فاتت متعلقة بالإعاشة خصوصا في الشعائر في ميناء. وطبعا المزدلفة قصة سهلة لكن المشكلة في ميناء. حج التضامن احنا دلوقتي بنشوف اصل المشكلة ايمن بيه. حج التضامن الغالبية العظمى كبار السن مظبوط مظبوط مظبوط. الشكوى دايما انه بينزل في في المشاعر المقدسة في ميناء بتنزله غالبا في الدمام بعيد عن بعيد عن ابليس والرجم والجمرات حاجه بتاعه 120 كيلو وهو كبير سن. فانا نفسي وانا بقولها ببساطه وهنا كلامي موجه للست اللواء ولحضرتك ولاي حد في الدوله مسؤول عن الحج خصوصا حج التضامن وحج ماليش دعوه بحج السياحي لهم رب يحميهم طبعا فلوسهم بتدلعهم. انا نفسي انه الحج خصوصا كبير السن اللي مستواه المادي على قده ما يهنش يعني ما يبقاش فكره عارف انا بقولها كلام بالبلدي كده وحضراتكم اكيد فاهميني اللي هي ما ينفعش يتقلوا في النهايه على قد فلوسك او يعني هو ده ما قدرتك احمد ربنا او ان انت هنا لا ده هي بالنسبه له السيده الكبيره المسنه او الرجل الكبير المسن اللي هيدفع 30,000 اللي حضرتك قلتهم في الحد الادنى او اللي حتى طالع ب 35 او 40 ده مش تحويشه العمر ده تحويشه عمره وعمر عياله وبيع صيغته وبيع النحاس والحلتين عشان يطلع الحج عشان يهدي الركن الخامس من الاسلام. فالجنيه بتاعه بمليون من قد الناس اللي تانية اللي دافعه 100,000 و100,000 و200,000 و300,000. فانا ما نفسيش بقى ان تقله على قد فلوسك احمد ربنا قوي لا ده انا يا رب اعرف ادلعه اكتر من بتاع الحج السياحي. ليه بقى بتاخدوا اماكن في التبوك والدمام؟ لا طبعا هو بكل تاكيد المقوله طبعا بهزر مفيش تبوك والدمام بس من بعد المسافه كانهم بيحجوا في الكويت. طبعا بكل تاكيد مفيش حد يقدر يقول المقوله زي لان الحج طبعا طالع بفلوس وبعدين النهارده فلوس مهما تكون مش قليله يعني حتى لو 30,000 النهارده اوضحت ده اصبح رقم بالنسبه للمصريين مظبوط. فبالتالي احنا دورنا بنحاول نيسر طبعا اماكن الاقامه برضو وحضرتك تعلم ذلك احنا الاماكن المعسكرات اللي بيسموا المعسكرات هناك الحجاج في عرفات وفي منها دي بتحددها الجهات السعوديه. احنا بننسق سنويا معاهم من خلال وفد المباحثات المصري اللي بيتم للتباحث بشان موسم الحج وده تم في شهر يناير الماضي. احنا تم الاتفاق ان جميع مخيمات الحجاج المصريين كلهم في مربع واحد على فكره ده تم العام الماضي يعني طبعا. يعني العام الماضي عشان كده حتى الحادثه اللي حصلت العام الماضي كانت في شارع 204 الحادثه دي لما حصلت كانت فيها حجاج الجمعيات وحجاج السياحه وكان في ضهرنا حجاج القرى فبالتالي عشان كده الغالبيه العظمى اللي توفوا كانوا في حادثه التدفع كانوا حجاج مصريين لانه كان في الشارع اللي فيه حجاج مصريين. احنا حريصين ان احنا ناخد داخل منى المنى القديمه مش منى المطوره. حضرتك اللي بتتكلم ممكن اللي بعيده اللي هي منى المطوره لان احنا في شك من الناحيه الشرعيه فيما يتعلق بمنى المطوره لان قرب مزدلفه فبالتالي بعض الحجاج بيتشككوا ان هم خارج حدود منى. السلطات السعوديه بتسمح لكل دوله المفروض ان هي تاخد 75% من حجاجها داخل منى القديمه و25% منى المطوره. تمام. منى المطوره ده بيقعد فيها حجاج البر اللي هي من جمهوريه مصر العربيه مخصصه لحجاج البر. منى القديمه كلها مخصصه لحجاج القرعه وحجاج التضامن وحجاج السياحه اللي هي حجاج السياحه سواء الاقتصادي. طب بس انت بس عشان ما تقلقش الناس بس فكره الشرعيه لا دي لا انا بقول لحضرتك انا بقول لك بعض الناس بس دلوقتي حجاج البر دلوقتي بقوا قاعدين بياكلوا ضوافرهم من ساعه ما انت قلت لكن في النهايه السعوديه بتقول ايه؟ يعني كلها منها كلها بس طالما السعوديه اللي هي الراعيه للحج والمفتين السعوديين والشيوخ في السعوديه قايلين ان كلها منها يبقى مبروك ان شاء الله. بس الناس ما تقلقش تقول لك انا كده بره منها لا ما فيش لان اصلا ما فيش حد مصري يسمح بحاجه زي كده للحجاج يعني ان حد يتشكك. ولكن احنا مشكلتنا كمصريين ناخد الفتوى من هنا ونروح هناك نسال ونقعد نسال حجاج زينا. طب هو هنا سؤالي يا ايمن بيه وحضراتكم قبل موسم الحج بتتفاوضوا مع الجانب السعودي تمام ما بيبقاش في هذا الكلام يعني خلينا نقول الواقع انه دايما الـ 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 الاماكن المميزه القريبه في معسكرات الحج بياخدها الحج السياحي الفاخر وطبعا يعني اصحاب السلطه والنفوذ والحاجات دي في السعوديه نفسه ثم نبتدي نرجع لورا بقى لحد ما نوصل لبره منها زي ما احنا بنقول. فهل ما بيبقاش في تفاوض مع حضراتكم لما بتقعدوا يا جماعه احنا ما عندناش مشكله انه يتم التنسيق بس يبقى في مراعاه احنا حجاجنا بالذات كبار سن كبار سن ما ينفعش يمشوا في كل جمره 3 كيلو رايح جاي و3 في الزحمه وفي الحر وبتاع في ناس بجد بتقع من التعب. فبيبقى في بس التفاوض ده بتسمعه ايه من الجانب السعودي؟ لا وطبعا في كل التعاون مع الجانب السعودي برضو نوضح حاجه كده كده جسر الجمرات بعد تطويره السنوات الماضيه
هم كبروه قوي وعملوا المرات بتاعته كبيره، فبالتالي الوصول لجسر الجمرات النهارده بقى فيه سهوله في الوصول ليه، ولكن فيه مشقه صح بسبب طول المسافه. ولكن لان قبل كده انتوا عارفين جسر الجمرات ده كان رايح جاي رايح جاي تمام، فكان بيحصل لا قدر الله يوم الحادثه اللي من كام سنه اللي هي بتاعه التكدس ده والناس اللي وقعت من فوق الجسر، فبقى السعوديه دلوقتي عملتها روتيشن يعني سيركل، تطلع من حته وتنزل من حته، فهي اكثر امانا بس اكثر مشقه لان المسافه تقريبا اتضربت في اتنين. تمام مظبوط، لان الحاج بيضطر يخلص يلف من اخر خالص ويرجع تاني. فبالتالي زمان كان اللي عنده 70 80 سنه بقى انت عارف ده المتر بالنسبه له بيفرق. ما ده دورنا استاذ تامر، ودور الاعلام ودور الوعاظ، ان احنا بننصح كبار السن الزم مكانك في المخيمات، وكل الشباب لان ده شرعا يعني ربنا اللي شرع ذلك، نوكل الشباب وكبار السن ما يطلعوش، السيدات ما يطلعوش. وعلى فكره انا يعني في ناس بترحب انها ترمي اكتر من شخص واحد، يعني انا بزبوط. بشوف حجاج متطوعين ما خلاص ما دام وصلت هناك مش هيفرق معايا ارمي 21 جمره يعني ولا 30 ولا 50. في بعض كبار السن بيصمموا وهي مشقه، احنا بنقعد نقول لهم ان مشقه لان احنا كشباب بنتعب يعني. لا بس انا مع الاستاذ ايمن في النقطه دي، التيسير هنا مهم وفكره التوكيل دي مباحه جدا جدا. انا عايز اقول لكم ان انا بوكل مراتي اللي بتوكل انا ببقى قاعد في المعسكر بصراحه والمدام هي اللي بتتصرف.